أريير بلان. طبعا الرير بلون في علاقه زاده بالمستجد السياسي اللي تعيشه بلادنا المده هذه في مساله عوده معبر راس جدير واللي تقريب كل المؤشرات تقول انه قريب، ولكن زاد عمليا ما تحلش المعبر الى ان جات البارح زياره ما كانش معلن عنها لوزير الداخليه الليبي واللي التقى معناها سيد رئيس الجمهوريه كما التقى سيد وزير الداخليه. اخر التطورات في موضوع المعبر مش نحاولوا نعرفوها مع الناشط الحقوقي والمدني مصطفى عبد الكبير اللي عودنا واللي أكثر تقريبا متابعين من ضمن المتابعين للأوضاع اللي تخص الجنوب التونسي وفي علاقة بالمعبر وبتطورات الأوضاع في الشقيقة ليبيا. يعني نمشي لبن قردان ورأس جديد. أستاذ مصطفى عبد الكبير شكرا لك على تلبية الدعوة. صباح الخير خويا حاتم، صباح الخير خويا خليفه، صباح الخير لكل العاملات والعاملين بجوهرة فام وكل السادة مشاهدي ومستمعي جوهرة فام. مصطفى، الوضع ميدانيا معناه على مستوى المعبر واللي هو يهم تونس كلها وبشكل خاص الجنوب التونسي، وين وصلنا خاصة بعد الزيارة متاع البارحة للسيد وزير الداخلية الليبي؟ وكما تعرف يعني 18 مارس تم غلقة من جانب الليبي فقط، احنا لليوم لهذا الوقت احنا ما غلقناش الحدود. بطبيعة الحال المشاكل الداخلية فقط طالت، ثم ضغط صار من الأطراف الليبية والمواطنين الليبية والمدن الليبية اللي هي على علاقة والمواطنين على علاقة بالمنفذ على علاقة بأنه اشتر حياتهم مع تونس. معناها كل التعليقات تم طرحه إلى أن طالت المدة وأصبح الضغط حقيقي وأصبحت الناس تذهب إلى نوايا أخرى. يعني جاء الاجتماع أول أمس اللي هو كان معناه تونسي ليبي برئاسة بطبيعة الحال الوفد التونسي الإدارة العامة للحدود والأجانب، أيضا كل التشكيلات الأمنية العاملة بالمعبر، إضافة إلى الإخوة الليبيين معززين بكل التشكيلات الأمنية القيادات الرئيسية للتشكيلات الأمنية، كذلك الجمارك وكذلك قنصل ليبيا بصفاقس والمساعد الأول والنائب الأول للقنصل، دليل على أن هذا الملف. بالمقابل شفنا للأسف غياب طرف معناه غير أمني من الجانب التونسي اللي كان من المفروض احنا، وأيضا حتى الديوانة التونسية كانت اللي هي طرف رئيس في هذا، ما شفناش أن حضرت هذا الاجتماع، واعتقد أنه الاجتماع كان الأمني بالأساس باعتبار أنه المشاكل التي طرحت لم تستطع هذه اللجنة المشتركة اللي عادة أنها تنهي الحلول وتحدد مع بعضها فتح المعبر، يعني عجزت في الوصول إلى حلول، لذلك تم رفع نقاط عديدة إلى العاصمة التونسية ومنها إلى اللقاء اللي جاء بطبيعة الحال سريعا بين وزير الداخلية التونسي ووزير الداخلية الليبي، وانتهى باجتماع ثنائي مع السيد رئيس الجمهورية، واللي بعد ما تم طرح النقاط الخلافية اليوم اللي يسأل يقول شنو هي النقاط الخلافية اللي ما نجموش يصلوها على مستوى المعبر. النقاط الخلافية مرتبطة بطبيعة الحال مسألة الاكتظاظ والزحمة والممرات اللي ديما يعتبروا الأخوة الليبيين أنه مدخل واحد لرأس جدير من الجانب التونسي مقلق لهم، أيضا مسألة الأخرى اللي هم يعتبرها فيها مشكلة كبيرة وهي يعني آلية، لابد من وضع آلية لتسجيل المركبات وتسجيل العربات، وحتى نفسروا أكثر للسادة المشاهدين، يعني الليبي وقت يدخل ولا تونسي ولا كذا لابد أنه تكون سيارته مسجلة على الجواز السفر، وهذا يسمى ساعات نخدمه بنافذة ساعات بنافذتين، وهذا نظرا لأنه كل يوم المعبر يستقبل من 3000 إلى 5000 سيارة، أعتقد أنه يعطل برشا سواء كان في الدخول ولا في الخروج، وبالتالي هذا الملف صاروا سنوات الإخوة الليبيين معناها يعتبروا أنما تونس ما قدمتش في الحلول نتاعها، إضافة إلى المشكلة الكبيرة اللي هي مسألة التشابه في الأسماء اللي فيها ضغط كبير من كل الأطراف الليبية معناه كل المدن الليبية ومن كل الجهات، أنه التشابه في الأسماء هذا أقلق كثيرا، ويطالب السلطات التونسية بوضع آلية مشتركة من أجل بطبيعة الحال الرفع على تشابه الأسماء هذه، ومن له يعني منع رئيسي يمدهم بشكل رسمي وما هي التهم الموجهة إليه، وأن القضاء ولا الأمن الليبي ولا القضاء ولا الأمن التونسي هو له القول الفيصل، إضافة إلى مسألة أخرى وهي مسألة التهريب وكيف يمكن التنظيم العملية في المبادلة التجارية،
إضافة للهجرة والحدود نقاط عديدة يعني البارح مطروحة، ولكن تقدموا وصلوا فيها إلى حلول. الدليل أنه ذهابهم إلى رئيس الجمهورية بعد الاتفاق المباشر، لأن السيد وزير الداخلية الليبي كان مصحوب بكافة بطبعة الحال الهياكل والفروع والتشكيلات الأمنية الليبية اللي هي مهتمة خاصة المباحث الجنائية وأيضا الاستخبارات العامة وأيضا حرس الحدود إلى غير ذلك. كلهم بالنسبة للإخوة الليبيين مهمين في كانوا مع في يعني الصف نتاع السيد وزير الداخلية واستقبلهم رئيس الجمهورية، وكانت نعتقد أنه هذه نسعة، وأنه في شفنا إحنا مباشرة بعد حلحلة هذه النقاط اعتبروا أنه يومين ولا ثلاثة كافيين باش ينهوا الأشغال وتنطلق عملية فتح المعبر، اللي نعتقد أنه مش تفوت لليامات هذه القليلة القادمة يقع الفتح. ونرجع بعد الاجتماع هذا إلى اجتماع ترتيبي آخر على مستوى رأس الدير، ومنه يقع بعد 24 ساعة من ذلك الاجتماع إلى عودة المعبر من جانبه الليبي، على اعتبار أن المعبر من جانب التونسي مرة واضحة. يعني في كلمتين مصفى عبد الكبير، المعبر مسكر للمبادلات التجارية ولمرور حتى للأشخاص، لكن التدفق يقولون والبارحة نائب مجلس نواب الشعب التدفق من الحدود سواء التونسية الجزائرية ولا التونسية الليبية نتاع الأفارقة جنوب الصحراء بأعداد كبيرة. سيد رئيس الجمهورية يقول البارحة في نهار برك رجعوا وقفوا 400 شخص، معناه كانوا باش يجتازوا الحدود. كيفاش تتم هذه العمليات وانت حضرتك من المتابعين الجيدين لهذا الموضوع مصعب الكبير؟ هي شوف العملية تعرفوا أنه اللي باسير هم معناها التجار البشر واللي هم قاعدين معناها هي عصابات مرتبطة من يعني الشرق وغرب أوروبا إلى دول أوروبا الجوار لنا إلى الساحل والصحراء إلى ليبيا إلى الجزائر. هم بطبيعة الحال هم كما اللي قاعدين معناها التهريب ومرتبط ببعضها اليوم يجوا للحدود التونسية، لأنه مهمة ياسر أنه السنة الماضية تونس احتلت المرتبة الأولى في عدد الأفارقة اللي غادروا نحو الساحل الأوروبية انطلاقا من السواحل التونسية. وأيضا اليوم احنا نشوفوا أنه الأخوة الليبيين والجزائريين بكل صراحة يعني القبضة الأمنية على الحدود ليست بي كما عهدناها في السنوات القادمة، وهذا هي دور تونس، لأنه اليوم ما نعالجوا ملف هذه متاع التدفقات إلا بمقاربة خارجية، والمقاربة هذه تطلب تفعيل دور تونس في انتمائها الإقليمي سواء كان المغاربي سواء كان الإفريقي سواء كان العربي أو المتوسطي. بالتالي اليوم هناك عجز حقيقي، وبالتالي أنه اليوم احنا أصبحنا نقبله وما نخرجوش نقبله وما نخرجوش، وبالتالي اليوم الأعداد تتكاثر، وهذه هي مسؤوليتنا. لأنه اليوم إذا كان نكون أنا على الحدود أنا وياك ولا أنا وخوي خليفة في أقل من ربع ساعة جينا دورية أمنية وتقولوا لنا استعملوا هنا وانا ترخيص الصحراء اللي انتم فيه، بالمقابل تلقى بالالاف بالباسور بالالاف ولا بالمئات اللي قاعدين يعديوا فيهم. هل صحيح ياخذوا 200 دولار على الشخص الواحد اللي يعديوه لباسور هذوما اللي حرقوا في العباد؟ صحيح لا ما نجمش نحدد القيمة المالية خويا حاتم، فما امور مالية فما امور مالية فما متاجر فما تجارة. هذه تجارة البشر هذه معناها عمرها ما تنتهي، وهو جزء من العملية الحرقة هذه هي حلقة مهمة هي تجارة البشر. لكن بالمقابل تجارة البشر مش يكون أقوى من الدولة على مستوى ضبط الحدود، لأنه كما يتعدى لي تجارة البشر يولي عدي لي تجارة سلاح. أنا نعم وهذا الخطير زاد أيضا. شكرا لك مصعب الكبير.